Warkum diye aradı. Live var senin. حبسان الضحكة يا أخوي حبسان الضحكة غنحاول ما نقراش لي كومونتير لي أنا عارف راسي إلا بديت نقراهم ما غنساليش مي بيس يتوب عليكم والله إلا توحشتكم على شرا شحال هادي ما درنا شي لايف نعمة اللوبس قلت ولا هاد الكرسي مزيان أودي أودي anyways العشران والعشيرات الإخوة والأخوات السلام عليكم كنتمنى أن كل شيء يكون بخير وعلى خير تكونوا في أحسن ما يرام أحسن ما تضحكونيش الدراري ما تضحكونيش الله يجوب عليكم راه شي سيريو هادشي اللي غنقول دابا راه شوية سيريو ما تضحكونيش بالرجولة كنتمنى أن كل شيء يكون بخير وعلى خير بزاف ديال المساجات وصلوني من الدراري والدريات تيقولوا لي باللي تيقولوا لي دير لايف شويه قبل هذا غدا عندنا امتحانات كنقول لكم السموعات يلاه ساليت انا يلاه عندي 12 دابا نتوما عندكم ساعه عندكم الوحده نتوما زايدين ساعه انا يلاه عندي 12 anyways ما هاد اللايف ماشي باش نشدو فيه السون ولا باش نهضروا ولا باش نبلبلوا ولا والو باش نهضروا في خاوي اللايف درتو لسبب واضح ووجيه غادي نقول لكم دابا اول حاجه بيان سور يتوب عليكم كاملين شكرا لكم واحد واحد على التفاعل ديالكم وداك الشيء اللي درتوه مع المرسوم اللي خرج بيان سور الناس اللي متبعين عارفين ان هذا ماشي اول مره غادي نضربوا الفيوز ولا اول مره غادي نطلعوا في طوندونس دونك بالنسبه لي هذا الشيء عادي هادي في بلادي مي كومهم صافي بليزير انا يعجبكم المرسوم هادي اهم حاجه دونك اشيري الموضوع وما فيه اللي بغينا نهضرو هو في خضم هاد المعمعة هادي اللي طاري وانتوما عارفين انني في هاد الوقت كامل ما بقيت كنهضر في اطار الموسيقى ما خرجتش ما قلتش شي حاجه ما درتش لايف ما بقيتش كنهلل دونك تقالو بزاف ديال الحوايج وما جاوبتش انا فهمتيني ما عمرني ما جاوبتش خليت بنادم سارح anyways اليوم الصباح عيط لي المانجر ديالي قال لي يا سيدي بلا عيط ليه الطاقم ديال رشيد شو قالوا ليه بيان سور بغينا انفيتيو ديزي باش يحضر معنا في البرنامج و هاد المعمعة الطارية باش نهضرو ونشوفو واش واقع انا باش نكون معكم صريح انا راه ديسيزيون عندي في دماغي واخدها مش هادي مي غتكون هادي واقيلا اول مرة غادي دير هاد اللعبة هادي بغيت نتوما اللي تحدو نتوما اللي تقولوا لي واش نمشي ولا ما نمشيش دونك المعمول غيسالي هاد اللايف اللوح سطوري فيها الفوت رشيد شو لا اللي غادي يشوفها غادي يفوت بيان سور كتعرفوا الفوت ديال انستغرام في 24 ساعة من هنا حتى لغدا نشوف واش نوكل نشوف ما اللي غتقولوا لي واش غنمشي ولا ما غنمشيش الاخر ما غاديش اللي غنديرو اللوح عليكم سطوري فيه الفوت غادي تفوتيو غتقولوا لي واش نمشي واش ما نمشيش لان نقدر نعطيك 70,000 سبب علاش نقدر نمشي و 70,000 سبب علاش نقدر ما نمشيش ولكن نتوما كل واحد غادي يشوفها بطريقه فهمتي دونك حنا غنمشيو لقمه الشفافيه وقمه المصداقيه وقمه الصراحه ديال ارتيست مع الجمهور ديالو غنخليكم نتوما اللي تحكموا عليا واش غادي نمشي ولا ما نمشي وداكشي اللي غتقولوا ثقوا بيا والله حتى غنديروا داكشي اللي غتقولوه هو اللي غندير وهادشي اللي كاين بينو ليا كنشوفكم كاملين يتوب عليكم فوطيو ملي جوطيو سيروا نعسوا اللي عنده شي امتحان غدا الله يسهل عليه اللي عنده شي خدمه الله يسر عليه وشنو كنت غنقول عاود ثاني يتوب عليكم وسنة سعيدة أمازيغية سبونسر اليوم المهم شفتها غير في واحد العشية بوسطها سنة أمازيغية سعيدة دخل عليكم الصحة والسلامة وسنة ميلادية حتى هي سعيدة اللي الله فات السنة اللي فات
ممكنش منا وان هذا العام يكون حسن من العوام اللي قبل. شوف عليكم كاملين، بيس، شوف عليكم.